دايما تقول ايه؟ ان بركات ده اذكى لعيب في مصر، اذكى لعيب في مصر. ليه؟ فاكر الكابتن محسن صالح كان يعمل ايه؟ كان يقول لك اللقطه الاخيره. فاكر اللقطه الاخيره ولا مش فاكرها؟ والله انا فاكرها. الكابتن محسن صالح كان دايما طبعا يعني جه عمل معانا حاجات طبعا ربنا يديله الصحه بقى. يعني يا رب، يعني لانه عمل معانا حاجات كويسه قوي في اسماعيليه، بس كان كل ماتش كان دايما ليه الحافز، يعني كان دايما يدينا الحافز. بالظبط. هو اعتقد في بدايات الكابتن محسن صالح هو ما كانش متخيل ان هو بالمجموعه دي ممكن يحقق بطولات، بالظبط. يعني فاهم، انما ما لقى الدنيا ماشيه وفي مكسب، فكل ماتش يجي يقول لك ايه، عايزين ناخد بقى السور تمام فنكسب، يجي الماتش اللي بعده يقول لك بقى ايه، ما مش كل الصورة سور ناقصة محتاج حتة. ده متلمع، عايزين نلمع الصوره تمام نكسب، فيجي الماتش اللي بعده يقول لك ما مش كل صوره متصوره ومتلمعه متبروزه، عايزين نبروزها بقى. فننزل نبروزها، لحد ما طلع ايمن الجمل بقى في يوم من الايام قال له انا ما هو كابتن فرقه بقى وبيلم الفرقه، يا جماعه مش كل صوره متاخده متلمعه متبروزه متعلقه، عايزين قلت له بس يلا. القميص لسه معاك بتاع الكابتن محسن اداهولك ولا ما ادانيش قميص، اداني جاكيت، الجاكيت سوري جاكيت البني. خدت منه جاكيت، الجاكيت البني صح؟ ما هو خدته؟ ما هو انت عارف هو كان بيتفائل بيه، فاحنا القميص الابيض ابو نص كم والجاكيت. قلت له يا كابتن محسن بص، انت الجاكيت ده لازم هتقلعه هتقلعه، يعني هو كده كفايه بقى. قال لك لا في اخر حاجه اخر قال لي، قلت له خلاص احنا لو خدنا الدوري هتديهولي، انا هاخد منك الجاكيت ده، قلعته له بعد ما الحكم صفر. معاك لغايه دلوقتي ولا موجود، شايله؟ موجود. تحب انت تحتفظ بالحاجات دي؟ والله يعني هو حظ ان هو موجود يعني. وبتكلم كابتن محسن على بركات ولا والله يا اسلام يعني لا، بقالنا فتره يعني، انت كابتن محسن اصله بيروح وبيجي وبيسافر، بس انا دايما بتابع حتى الحاجات اللي هو بيكتبها. وعلى فكره كابتن محسن لحد دلوقتي رغم ان احنا قطعنا يعني شوط كبير وقعدنا سنين بعيد عن بعيد بعض. بعد كده، ولكن لحد دلوقتي في ناس تيجي تفرجني وتوريني اللي بيكتبوا الكابتن محسن صالح عن محمد بركات، ويكتب كلام شعر اكنه هو لسه دلوقتي انا اللعيب بتاعه وهو اللي بيدربني، واكنه بيديني حوافز زي ما كان كل ماتش بيعمله بالظبط يعني. فيعني طبعا ربنا يديله الصحه واتمنى له كل التوفيق يا رب ان شاء الله. محمد خلينا نبدا بقى الحلقه شويه.